بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام الأكارم المتابعون في كل مكان، نحييكم مرة أخرى مع انطلاقة أخرى من انطلاقات الخير والبركة والمحبة في هذا المهرجان الكبير. المسيرة تسير والأسماء تسير والتجمع كبير في هذا الميدان وفي ميدان الملايين والخيرات ما شاء الله. مباشرة إلى المركز الأول مباشرة مع هذه النجمة الساطعة، إنها الذيبة وشعار فالح بن مسلم بن الزفنة العامري على المركز الأول، تليها مباشرة المركز الثاني غرايب يا غرايب وعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الثاني. الدور المركز الثالث إنها مذهلة لمحمد بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي على المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، والمركز الرابع مرضية لناصر بن سالم بن عبيد بن مردد مع المركز الآن الرابع والدخول القوي من سيوف. يا سلامي عليك يا بالقوم، هذه هي السيوف وتستاهل السيوف، وفالك وفالها إن شاء الله السيوف. سعيد بن عتيج بن علي بالقوم الاكتبي على المركز الآن الرابع اللي تشق طريق النصر والانتصار. ناخذ هذا الاسم القادم وتحدي وإثارة من سادس الأسماء. المركز السادس هنا الدخول القوي من عوايد محمد بن حمد بن الدحبة العامري الواصل والمنطلق مع هذه البطلة عوايد اللي ان شاء الله انها تعيد عوايد النصري والانتصار. اخذ هذا الاسم القادم، اخذ هذا الشعار الاتي بكل قوة، انها تحديات من حمد بن محمد بن سيف بن عبد النعيمي ما شاء الله دنقلاوية مع التحدي ما شاء الله. أسماء الرنان هو قوية هو تحديات، بينما قدوم آتي على المركز الثامن. على المركز الثامن هنا تدخل سريع وقوي، إنها شود ويا الله يا شود يا الله يا شود يا هذا الاسم الكبير هزاع بن محمد بن سالم اليديلي الوهيبي مع تحديات شوده الحاضرة والمشرفة. هذا بحد ذاته نصر وانتصار. اخذ المركز التاسع، القوة والاثارة من العمالة مبارك بن محمد بن قران المنصوري. يا الله المركز العاشر والحضور والتحدي من ناصية سعيد بن سهيل بن سالم الخيلي. هذه هي عشرة اسماء، هذه هي عشرة شعارات، هذه هي عشرة ابكار منطلقات باحثات عن ناموس في جائزة زائد الكبرى. إنه فخر ومفخرة، إنه شيء كبير لكل المشاركين من الأول حتى الأخير، الكل فائز في هذا المهرجان. نعود إلى المركز الأول، أعود مع الكادر واحد، أعود مع هذه البطلة، مع هذه المسيطرة، مع هذه القائدة، مع هذه اللي تشكل هذه اللوحة في الكادر الأول، وتتزين قناة ياس وكل القنوات الناقلة بهذه الشعارات. إنه المنصوري، إنه المنصوري مع عمالة النواميس أمبارك بن محمد بن قران. يا بن قران يا بعدي أنعم وأكرم بهذا الاسم العملاق. هذه هي تسيطر وتسطل الذهب بهذه الخطوات الواثقة إلى الأمام. تقدمي أنت العمالة وتحملين شعار كبير. دور المركز الثاني، الدور مع التحدي، الدور مع سيوف. سعيد بن عتيج بن علي بالقوم الاكتبي على المركز الثاني. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، وصلت التحديات. رعود المنصوري راشد بن علي بن مبارك بن عمير المنصوري مع رعود، أرعدت برعود وتنتقل من مركز إلى مركز، بينما الشعارات اللي تشق طريقها إلى النصر والانتصار. دنقلاوية ما شاء الله، حمد بن محمد بسيف بالعبد النعيمي، بالعبد النعيمي الحاضر بكل قوة، بينما دخول وتحدي وإثارة من صدمة سهيل بن صقر بن محمد العامري. يا أبو صقر يا أبو صقر ما شاء الله ما شاء الله. بينما الدخول شعار المجازف صاحب النقطة الأولى في هذا الصباح الجميل. هذه أيضا
تدخل بكل قوة وتشارك وتشارك وتنافس وتغير. إنها الراشدة الراشدة الناجحة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الله يا الأول الله، الله يا التغيير الله، الله يا القوة الله. رعود الخيرات، رعود الانتصارات، رعود النواميس، رعود البطولات. راشد يا راشد يا أبعدي يا أبعدي يا أبو علي يا أبعدي يا أبو علي. راشد بن علي بن مبارك بن عمير المنصوري، انتصر المنصوري. أنعم وأكرم، كفو يا هالي الوثبة، كفو كفو يا هالي الوثبة كفو. هذه هي تسطر الذهب مع الفوز ومع الانتصار. ما شاء الله، تحية كبيرة على هذا الفوز. رعود راشد بن علي بن مبارك بن عمير المنصوري. وفي المركز الثاني أحمد بن علي بن عمير، يستاهل التحية والاحترام والتقدير، مشكور باسم الجمهور. المركز الثاني العمالة مبارك بن محمد بن قران المنصوري. والمركز الثالث كان حضورا رائعا مميزا مع وعد سعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري. اقترن المناصير مع النصر والانتصار. ما شاء الله. المركز الرابع كان حضور من شوده الحاضر بكل قوة، وتعود ملكية شودة للسيد هزاع بن محمد بن سالم القديلي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس قوة عظمى حاضرة مع خيرة وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. التوقيت الزمني الذي رافقها في هذه الرحلة الموفقة، صباح الخير إمارة أبو ظبي، صباح الخير الوثبة وما جاورها، صباح الخير يا المنصوري. سلام تحدي يا بن عمير على هذا الفوز. مشكور يا أخوي أحمد. 5 دقائق 55 و7 أجزاء من الثواني سطر الذهب، وهذا الشعار يستاهل الذهب. 5 دقائق 56 5 أجزاء للمركز الثاني، فكانت بطلة سيدة في الجزء الثاني. الأسماء إنها العمال مبارك بن محمد بن قران المنصوري. وفي المركز الثالث كان تحدي جميل ورائع أيضا مع منصوري آخر ما شاء الله، وعد ووعد كالرعد وتحدي وإثارة مع سعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري، حيث قطعت الرحلة في 5 دقائق 57 وجزئين من الثواني. تهانينا 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 والناموس بهذه التحديات والإثارة، وزميلنا العزيز المميز حمدان الجحافي، وانطلقت شوط جديد.